سلامتك على انرجي مع يارا العشري. هذا البرنامج ليس بديلا عن الطبيب، ونرجو من جميع المستمعين عند الشعور بأي أعراض مرضية التوجه فورا لأقرب طبيب مختص. مساء الخير على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. بنبدأ حلقة جديدة من سلامتك على انرجي اللي بتسمعوه معايا أنا يارا العشري، وبنتكلم فيه مع دكاترة من تخصصات مختلفة على كل حاجة ليها علاقة بصحتك وسلامتكم. معانا دكتور بهاء ناجي، استشاري السمنة بكلية طب القصر العيني. أهلا يا دكتور. أهلا بيكي. بما ان احنا خلاص يعني عدى وقت وعايشين في الكورونا بقالنا حبه، فالحركه بقت اقل، القعده في البيت بقت اكتر، بقى في اونلاين سكولينج او دروس اونلاين للاطفال، ففي الفتره دي ايه اخر نسب الاصابه بسمنه الاطفال؟ هو طبعا سمنه الاطفال كانت زايده من قبل حتى الكورونا، واكيد فتره الكورونا الموضوع زاد والنسبه وصلت لنسبه تخض شويه. احنا بقى عندنا طفل الثلاثه، يعني كل 3 أطفال فيهم طفل عنده سمنة. يا ساتر يا رب بجد. دي نسبة طبعا عالية جدا جدا، وإحنا كده من ضمن الدول العالمية اللي عندهم سمنة عالية في الأطفال. ولو الأطفال فعلا ما خدناش بالنا منهم الفترة اللي جاية ممكن النسبة دي تزيد عن كده كمان، وممكن نوصل 1 لـ1 يعني. نهار أبيض. طيب هو إمتى أعرف إن الطفل ده بيعاني من السمنة؟ يعني أحدد إن في مشكلة؟ طيب هو طبعا في قياسات بتتعمل، في حاجة بيسموها البادي ماس اندكس، اللي هو بنقسم وزن الطفل على الطول بتاعه بالمتر في نفسه، وبيطلع رقم. لو الرقم ده طلع ما بين 18 لـ 22.5، عشان الكبار احنا بنخليهم لغاية 25 لغاية 22.5، ده بيبقى نورمال او طبيعي. من 22.5 لـ 30 فده عنده زيادة في الوزن. من 30 لـ 35 ده عنده سمنة، فوق 35 دخلنا في السمنة المفرطة. مش عايز أقولك إن احنا فعلا بقينا نشوف سمنة مفرطة عند الأطفال، مش مسألة زيادة وزن أو سمنة بس. طب إيه هي الأسباب اللي ممكن تخلي الطفل يتعرض للسمنة؟ بصي، هي الأسباب بتبتدي من أول ما بيتولد. مبدئيا لقوا إن أغلب الأطفال اللي ما بترضعش رضاعة طبيعية وبياخدوا رضاعة صناعية معرضين للسمنة عن الأطفال التانيين. والدراسات بتقول إن الخلايا الدهنية بتتكون عند الأطفال من أول ما بيتولدوا لحد سن البلوغ. فهي دي الفترة اللي بيكون فيها الخلايا الدهنية. لو ما تكونتش الخلايا الدهنية في الفترة دي، يبقى احنا بعد كده عندنا شخص غير مصاب بالسمنة، وحتى لو زاد بينزل على طول. يعني انا ممكن اعرف، يعني ممكن اتحكم في ان الشخص ده هيبقى رفيع طول حياته او معرض بنسبة اقل ان هو يتخن من الطفولة، اقدر اتحكم في ده. بالظبط كده. فهو لو ما تكونش عنده الخلايا الدهنية من اول ما يتولد، يبقى احنا كده نضمن ان هو ما يبقاش تخين. طيب، هي الأسباب كانت أول حاجة قلنا إن الرضاعة الطبيعية بتحمي الطفل من السمنة في معظم الحالات، عشان بس دايما مفيش حاجة 100%. تاني حاجة بقى بداية التغذية بتاعت الأطفال. في أهالي كتير بيأكلوا الطفل اللي هو بيحبه مش اللي المفروض يأكله. يعني لو دوقوه بطاطس محمرة وعجبته يفضل يحطوله بطاطس محمرة كتير، وشايفين إن هو كده بيأكل وبيشبع ومبسوط، فهو كده بيكونوا الخلايا الدهنية. للأسف بيبقوا عايزين يسكتوه خلاص. هي مشكلة بقى أكبر من كده. هي مشكلة إن أنا بديله نشويات، بديله سعرات حرارية عالية، وبديله بطاطس محمرة في الزيت، يعني أنا بديله مواد مؤكسدة. فلما ببتدي من هو صغير أدخله سموم في جسمه. طب طبعا اللايف ستايل بيتحكم بنسبة كبيرة جدا، بس الجينات برضو بتلعب دور أقوى من اللايف ستايل، ولا ممكن اللايف ستايل يخلي إن شخص حتى لو جيناته عن الوراثة أو كده فيها قابلية للسمنة إن هو يتحكم فيها؟ طبعا أكيد الجينات دي من الحاجات الأساسية جدا للإصابة بالسمنة عند الأطفال وعند الكبار طبعا بعد كده في المستقبل. لكن السلوك اليومي بيقدر يتحكم في الجينات. يعني عارف، نقول مثل كده، الناس اللي عندها سرطان مثلا، بيجيلهم سرطان، عندهم جينات السرطان. الناس الكبار يعني عندهم جينات السرطان، لو هو فضل طول عمره يحمي نفسه من المواد المسرطنة مش هيجيله، على الرغم ان هو عنده جينات. فالطفل نفس الحكاية، هو عنده جينات السمنة. لو احنا السلوك اليومي بياكل اكل صحي، بنخليه يلعب رياضة، ما بينامش ساعات طويلة، مش قاعد قدام التلفزيون وقدام الكمبيوتر بالساعات الطويلة، يعني اللي هو الطفل الكسول، فهو كده السلوك بتاعه هيتغلب على الجينات ومش هيصاب بالسمنة. دكتور، يعني هل السمنة للأطفال ممكن تكون مؤشر لأمراض تانية بعد كده مثلا؟ طيب أنا أقول لك بقى سمنة الأطفال بتعمل أمراض إيه عند الأطفال. أول حاجة أمراض ظاهرية، اللي هي الوزن نفسه بتاع الطفل لما بينزل على الجهاز الحركي بتاعه بيعمل حاجة اسمها اعوجاج في الساقين.
ودي بنشوفها تلاقي الطفل ماشي زي اللي هي ماشية البطة دي. وبعد كده بيعمل خشونة في المفاصل. ممكن يبقى عنده خشونة من خشونة وطف؟ المفاصل لأن الوزن نزل على الغضروف جامد وعمله خشونة، خصوصا أن عضلاته ضعيفة وغضايفه نفسها ضعيفة في السن ده. بيبتدي يحصل له تقوس في العمود الفقري، وتلاقي الطفل ابتدى يبقى عنده أتب، بيبقى عنده تقوس في الرقبة. كل ده بيجي من السمنة دي كحاجة ظاهرية. ندخل بقى جوه، الدهون الزيادة تبتدي تعمل دهون على الكبد. الكبد الدهني هو أكتر كبد معرض للإصابة بالفيروسات بأنواعها، حتى الكورونا وفيروس سي وخلافه. الكبد هو المكان الوحيد اللي بيتخلص الجسم من السموم المختلفة، فلو حصل فيه كبد دهني يبقى السموم اللي بتدخل الكبد مش هيقدر يخلصنا منها، هيدخله بقى عند الطفل، هيدخل المخ ويدخل الكلى ويدخل كل حاجة، يبتدي الطفل حتى التركيز بتاعه يضعف، الذكاء بتاعه ممكن يضعف، ممكن تأثر على الغدد مثلا او يبقى. دي حاجة تانية كمان، الخلايا الدهنية لما بتزيد وخصوصا عند الصبيان بتزود افراز هرمون الاستروجين والهرمون الانثوي، فيبتدي الطفل ياخد الشكل بتاع تسدي، بيحصل لهم حاجة اسمها تسدي البطن زي كبار بقى يعني بس بياخد شكل الانثى يعني. ودي حاجة علاجها اوقات بيوصل بعد كده لجراحة عشان نعالج تسدي عند الاولاد يعني. فحتى الخلايا الدهنية ممكن تأثر على الهرمونات بتاعته. بعد كده متأثر على حاجة بيسموها مقاومة انسولين عند البنات، وبيحصل لهم بعد كده حاجة اسمها تكيس في المبيضين، بيأثر اصلا على الانجاب بعد كده، لان بالنسبة للصبيان بيبتدي الحياة المنوية نفسها ما تتكونش عنده بطريقة سليمة بسبب السمنة، والبنات بيبقى فيه ضغط على القنوات اللي هي بتاعت فلوب، فبيحصلش عملية الحركة بتاعت البويضة، فيبقى أثر كمان على الانجاب عندهم. بيأثر على البنكرياس انه يخليه يفضل يطلع انسولين يطلع انسولين يطلع انسولين لغاية ما يوصل ان يجيله سكر تايب 2. يعني دايما عارفين ان الاطفال بيجي لهم سكر تايب 1 اللي هو بالمولد، ودول خلاص حاجه وراثيه ملناش يد فيها. لكن تايب 2 ده كان بيجي للكبار، لكن كتر الاكل النشويات والسكريات بتهلك البنكرياس لغايه ما بيوصل ان بيجي له سكر تايب 2، وكده خلاص بيبقى مريض سكر من هو صغير. الدهون الزياده بتبتدي تتوصف في الشرايين، بتوصف في الشرايين بتعمل دهون على القلب، بتعمل دهون جوه في الشرايين اللي بتغذي القلب، يبتدي الطفل نفسه الضربات القلب عنده تختلف، وممكن بعد فتره يبقى مريض قلب، التنفس نفسه عنده بيتاثر، النوم بيتاثر لان البطن ما بتكبر بتضغط على الرئتين، فتلاقيه هو نايم عمال يشخر ومش قادر ياخد نفسه، وبيجي له حاجه اسمها نايت ابنيا اللي هو يصحى من النوم فجاه بالليل كانه مخنوق، وبيبتدي الطفل بعد كده ينام نص نومه نص قومه كده، وطريقه النومه دي في حد ذاتها بتاثر على سلوكه. ده غير بقى طبعا الاكتئاب والامراض النفسيه نتيجه التنمر بتاع صحابه من السمنه اللي عنده. طيب نروح للمعلومات او المفاهيم الخاطئه اللي ممكن تبقى عند بعض الناس. ايه اكتر الاسئله اللي بتعكس لحضرتك شويه مفاهيم خاطئه عند الناس اللي بتيجي مثلا لحضرتك في العياده؟ طبعا اول حاجه الاهالي كل مشكلتهم يقول لك هو كويس الدكتور ما عندوش اي حاجه، واحنا عايزين نعمل له ريجيم. طيب يا جماعه مش عايزين يقتنعوا ان في مشكله، لا مش هو كويس، طب ممكن نعمله تحاليل؟ لا هو ما عندوش مشكلة ما نعملوش تحاليل، مع انه ممكن يكون عنده خمول في الغدة الدرقية، يعملوش ذنب خالص ان هو بياكل كتير. ممكن يكون عنده مقاومة انسولين زي ما قلنا، ممكن يكون عنده زيادة في هرمون اللبن، وده بيجي للصبيان والبنات مش بيجي للسيدات اللي بتضع بس. ممكن عنده نقص فيتامين ديل، ممكن يكون عنده انيميا، ممكن عنده مرض بيخليه الكورتيزون نفسه عنده يفرز بنسب اعلى، فكل دي امراض ممكن تسبب القصه دي. الاهالي بصراحه متعبين قبل ما بنقنعهم ان احنا نعمل لهم تحاليل. وعايزين نعرف من حضرتك يعني لو الواحد اهمل سنه الاطفال، او انا كأب او ام عملنا اهمال للموضوع ده، ايه اللي ممكن يحصل؟ طبعا جميع الامراض اللي احنا اتكلمنا عليها ممكن تيجي للطفل ده. اولا الطفل ده بيكبر بيبقى على طول مصاب بالسمنه، وبيعاني طول عمره من السمنه، وبيعاني من الأمراض اللي حتى لو ما جاتلوش وهو صغير بسبب السمنة هتجيله وهو كبير، وهيبقى صعب بقى التخلص منها ساعتها، وهيبقى صعب في الحالة دي ان هو يتخلص منها، وممكن يدخل طبعا في أنظمة غذائية غلط، شوية يروح الجيم، شوية مش عارف يروح يعمل رجيم كيميائي، شوية يعمل رجيم كيتو، يعمل حاجات معينة ممكن تأثر أكتر بالسلب على صحته. فدايما بنقول للأهالي زي ما انتوا بتهتموا انكم تخلوه يتعلم تعليم كويس، وبتودوه ياخد دروس وتودوه اغلى مدارس،
لا هو صحته والاكل بتاعه اهم حاجه، لدرجه ان انا دايما اقول لهم لما تيجوا تقدموا لاولادكم في مدرسه روحوا شوفوا الكانتين بتاع المدرسه. الكانتين بتاع المدرسه اللي بيقدم اكل صحي تدخلوا اولادكم فيه، اللي بيقدم اكل غير صحي ما تدخلوش اولادكم فيه. ودي حاجه انا بعاني منها لما باجي اخصص اي طفل، لان هم بيقولوا لي اصل هو في المدرسه بيلاقي اصحابه بياكلوا من الكانتين. طب هي اداره المدرسه نفسها مش مفروض تاخد بالها من القصه دي علشان ما يلاقيش هو اكل غير صحي وياكل اكل صحي؟ فاهمال ان احنا نعالج السمنه وان احنا نظبط سلوك الطفل، بعد كده الموضوع بيبقى صعب جدا، لان هو وانس ان هو تعود على او بقى مدمن على الدهون ما يبطلش ياكل دهون. يبقى بعد كده خلاص ده طلع واحد عنده كوليسترول عالي، عنده مشاكل في القلب، عنده ضغط، عنده سكر، عنده جميع الامراض المزمنه والغير مزمنه، وده موضوع خطير جدا. بس الموضوع عند الطفوله ما بيبقاش صعب زي لو كبر، يعني كل ممكن ما بيكون الموضوع صغير. ايوه صح اللي انت بتقوليه ده مظبوط، لان دايما يسالونا هو عنده 6 سنين معقوله يعمل ريجيم؟ بقول لهم ده من سن سنتين الاحسن، من سن سنتين، قبل سنتين مع دكتور اطفال ينظم له اكله، ومن سن سنتين بنبتدي فعلا لو زايد في الوزن ننظم له اكله، مش بنخسسه بننظم له اكله. طب للاسف انا سمعت ان في اطفال بتلجأ لعمليات وهي في سن صغير عشان تخس، هل ده ممكن يعمل ايه او تقول لهم؟ طيب بصي، هو طبعا في بروتوكولات للجراحات تتعمل امتى، بس للاسف في ناس بتخترق الموضوع ده، سواء الاهالي نفسهم بيضغطوا على الدكتور او دكتور بيكون عايز يعمل عمليات وخلاص. فلكن قبل سن 16 سنة ممنوع عمل أي نوع من أنواع العمليات ولا حتى تركيب بالون معدة. بعد 16 سنة بنبتدي نشوف على حسب الحالة، لو سمنة مفرطة شديدة وابتدت مرتبطة بأمراض هتيجي للولد ساعتها ممكن نفكر في عمليات، وإن كان برضو أنا يعني ما ينفعش أطفال يعملوا عمليات. لا ما ينفعش طبعا. طيب في النهاية دكتور، إيه خلاصة النصايح اللي حضرتك تحب تديها للأهالي كمان قبل الأطفال، لأن هم اللي بيتحكموا في الطفل حياته هتمشي إزاي عشان يتجنبوا خالص إن الطفل يكون عنده سمنة؟ طيب لازم تعلمهم السلوك السليم، الطفل لازم يأكل أكل صحي، ابعدوا عن الحاجات الوجبات السريعة من الصغر لأنه هيتعود عليها وهيدمن عليها، فالحقوا الموضوع بدري بدري. لازم الطفل يمارس رياضة وأكتر من نوع كمان من الرياضة، وصيف شتاء مفيش حاجة ساعة المدرسة نبطل رياضة، لا صيف شتاء عشان نخلي معدل حرق السكريات والدهون عنده عالي، نخلي العضلات عنده عالية والخلايا الدهنية هي اللي قليلة، وبكده نضمن ان احنا طلعنا شخصية سليمة صحيا وبدنيا وعقليا كمان. دكتور بهاء ناجي استشاري السمنة بكلية الطب القصر العيني، ميرسي يا دكتور على الكلام المفيد ده. شكرا جزيلا، ان شاء الله يكون الناس استفادوا.